يا ربي معايا. زعما نبدل فوطي وبلوزتي ولا حتى نغسل؟ خاطري نبدل خير، الاخرين عفتهم وانا باش نجم نغسل اليوم. عاد ربي نبدا نلحلح ونزقدح حتى نلقى شكون يحك لي ضهيري. هما وينهم الصفير؟ عاد الله ولا تنسى حتى وين نحط حويجيتي. حدا هاي هكا خارجة للسرايا. هل عمل صفي هكا ريق التو؟ مش لازم تفيقوا للرضع وقت يقوم يقوم بيه. اسمع، كان جيت بكري من الخدمة تو نعاونك في الكوجينة. لا ما يصيرش، خلي عليك فاطمة مش مقصرة تعاون في بيه. قل لي اسكي قومي غلط عليا. اخلط عليها. لا صباح الخير لله، لا شنية حوالك اللي زعم البارح وصلت هاي؟ كاني قطوس من قطعة الزنقة مرزوقة. هاي بالسيف مرا كانت ساق الهون وساق الهون مكبوبة على قصعة الصابون، وليت اللي يقول لك بالبازار، وبنيت تفصل وتخيط وكرهبة وعبيت علينا الدار بالتحايف كبار وصغار. مال نجمش نقولها استدعاو الغشيرة بيا بنت اختي هي وراجلها يشقوا الفطر بحذيكم؟ ليها اللطف ستة ولا سبعة شهور من اللي عرسك، كاستي ما شربوهوليش. عمال هذيك طريفة من جهتيين. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. لا قاعدين اي عاد دو. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. هيا بعد الغربة الطويلة ارتاح يا قلبي ليلة. الله كهو حتى وجه الفطار وعدوك ما يتيح من فرش مغير في عسل وزيد. يا نظام للغناء والانتشار في ربوع الوطن العربي مع نجم الاغنيه الشبابيه مع معذب قلوب العذارى المطرب الشاب المطرب الصاعد قمر الزمان المساوي. انا مساوي هذا مش فني حتى طرف. اسمع قد الدنيا استنى. قمر الزمان المنزل قمر الزمان المنيل الليلي. هيا قمير دولامة على وزن راغب علامة. يا عيني ومشيت معك مشوار والكبدة فوق النار. ومشيت معك مشوار والكبدة فوق النار. ومشيت قمير حل يا ودي حل. ما خير بمشيت سامحني نزلت حوالي النوم. من قبيل اعتذر، علاش ما لبستش؟ وقعد كل يوم نحصل فيك دجاجة. لا دجاجة ما باش يدلي، قول على الأقل زردوك. البس حوايجك باش تجي معايا. سيدي ثابت ليه؟ مطرب شاب كيفي أنا ما يليقش أبدا غاطس للنخالة لهنا. نخالة؟ راك في زندلة. ما باش يدلي، منين تجي فيهم العبارات؟ انا مش قلت لازم تتعلم الفلاحه؟ اخوك حميد وكيكبر اشكون باش يرشدوا ويوريه. تهنى والله الا ما طلعوا لك مطرب ما فماش خوه في البحر الابيض المتوسط. لا حاجه نايب توريني صلت مدريد ابدا. انا لا احب الفلاحه توا التجاره. توفيتش من ركاكي يقوم البس حوايجك انا استنى فيك. صباح الخير يا تحيف. صباح الخير حدا.
وش ريت حظبوط قرطاس حمص كربك الله قرطاس حمص قرطاس حمص لمن دشنه بسم الله العظيم يا لطيف يا لطيف تحيفة بيحبوقه وتخلي الدليل لسوقه مرجيه نلقاك حاضر في الوقت احنا في بيعتنا الفنانين في القم ومخر نمشي مواعيدنا مخر هكا ستيل يلا صباح الخير سي شادي نهارك زين يا شيخ هتجي معنا للثانية لا كرمك الله انا السواني والغيب والفلاوات ما عنديش بهم داعي بلها شنو باش تكور يهبط يدك كور على خشمك كور لا بمجد يا شيخ شنو هذا يا سي شادي امور شخصيه وسريه هات اعطيني هاك المفتاح تاع المخزن واش تعمل بيه المفتاح تي باش نتمرن شويه بالكارنيتا تفل معد عليه راقد الفوق وما نحبش نخلق اي اعطيه خلنا توكل شدة ما نحبكش مرة جاية تعمل لي ثقافة في المحل متاعي دا كوردو تغيبي في المحل متاعي يا شير وين الكرنيتا؟ أما الكرنيتا الكرنيتا الفوق كرمك الله أتو نطلع نهبط نمشي نجبدها حتى أنا ماشي ماش كرنيتا شوال سيبا بوسيب نقعد ريقت حتى لتوا خمرت بالنوم كان الراجل صباح الخير سيليز ايدك ما زالت وجعاتك اما بن البوزة دنتها لك ني واللي دنيها لك ماما اسمع لحد خلينا بالقدر هاوكا مسكيتش بيك ولا باقيها اخي وش هي الريحه طالعه عليهم البيت نتاعكم شنو هي سالو من هي اللي سهله ينزل فيك على ريحه طلع عليه البيت نتاعكم من الفجر وتراك الكلايه في وسط الدار من اول واحد يتسخط بها على الصباح اسمع انا ما نعرفش على انا ريحه تتكلم مفيده يا مفيده واش يا ماما نانا واش اش يحبوا ولد منين والله ليلى صفيه ساعات عندها الحق يا ماما نانا تكخ العبد بين الجات الفارغه نتاعها يا اخي اش تحكي وحده مفيده ها ماما نانا خليني راني نمسح وحبالي تشكي ربي تيجي عايش بنتي واش هاش تحبي يا اخي حتى انت ما عادش تحبني ناديلك بلاش لا لا ميسي اسهل اسهل هاني نسمع فيك نسيتنيش باش نقول الستيني واش يحب ولد مني اي فكرك في الشدة هو مش مستانس يمشي مع صفية الصباح للخدمة فاز مخر هو تو خلطت عليه أمي تو عاد تحايف سرحوا عرزية قميلة تمسكر مولى عروق فماش حاجة أخرى اسمع بجي قل لي هاك المغبونة وردة لوبيا البارح اش صار فيه هبتي وفت عندها سنين وفيت هو أخي ما تشوفش ليه أخي لا هي في روحك للتمس زعمني موتي ولا تسهلي على المسلسل الحيزي ما قاسي ما ايامها تكرب كايامي زادا هي المغبونة ماني وردة لوبيا يا شومي و واخي حتى من عزوز ضب شنية تو كذب عينيا انا وصدقك انت سد مولاتها قتلك تردح نعم الميدة تسطح ساقها ناقصة وقالت لك مانيش باش نعطيك حق خليها غادي مش لازم برمش يجيب لي ورقة كونتر بلاكي مع عند موحد وانت يسبيك تمسي فيا وتزيد مانيش نخدم عندك وزيد متغسس عليك من الويه جايني اش تحب عندي هو حفا حفا قال لي ما تخليسه وحده قال لي عنده مشاكل اجتماعية يكفر خيرك وخيره اخرج عليا خليني نقاسي مكتب لي مليح اسد عليه هاكا كي زي حفا قول له زابس يفرد عليه وطرده سبيه هو مليح ما يزوبس لازم زعان مسكين مليح تحب تقرمس قلوبك حل يا عبودة أهبط مليح ما يقرمش لقلوب الكحل
يا حسرة، وقت كنت تعطي فيه في الفصدق والبوفريوة ما عادش يحب يغني من الصر والسمنطر. مش يعمل هذا الفوق مشان بيا لبس لبس مش نقلي. قلت نطل عليك. ها شبيك صليح؟ ما تقوليش اقعد يا عبودة، اهبط وهات الكرسي لبيا. ما نزمس الكاس متاع الماء متاعه فرغ، يزمني نعبي هولو. يا اخي عبودة ما يعرفش يسلم. نالا بيا عالسلامة. صفا شبيك ما عادش تظهر؟ يسلمك انتي ما نكلمك توا. ايه عبودة امشي للمرأة قول لها نميدة سوية اخرى تجيك لا تشتح لا ترتاح. قلت لك ما نزمس مليح عطسان. يمشي يا توا نشرب وين هابط. ها به هاو بس نمسي همسك العادة تتلها بلالا بيا متاعك وتنسى مليح. باه يمشي يمشي يمشي. باه يمشي يمشي. مازال مازال بس يصير لك أكثر من هك. تعال تشوف. سكون روزة عسلامة عبود. بون واه شبيك؟ حبيت نقول لك بونزور. عايشك تعرف لي جيت لوجع عليك من نهار تفاجأ ما ريتكش. تلوز علي انا ولقيتني هاك لقيتني. عبود علاش ديما بالدنقري وبالصبات هذا؟ ما تشوفوش كاكا هزاك بعشرين دينار. شو بلاي تحفون ومزيان مين لازمك لوك جا؟ انا تحفون ومزيان لازمني زون لوك. علاه ما تبدلش المشطة وتحمس بدري دلوك؟ مالا نمسي نبيع صبات ونسري تزين. نسري سبادري روزة وعلاش ما تزيش بحزايا للحانوت؟ شوف عبود كيفاش يعبر، كيفاش نبدا ندق في الكاغط الاحرس ونحك في المسامر. زو ولا زو؟ عبود نجمش تدبر لي دور تليفون سيد احمد في باجا؟ شنو ندبره لك؟ هو سيد احمد كيمسي باجا يعطيني مفاتح البرتمان نتاعو بس نتلها له بيه وتليفونه مقيد عندي. باهي ياسر. شنو الباهي ياسر؟ وصليح نظف حانوتك شويه ونظمها. قديش حايسه بيا تلهبك وجيتك هكا حوان تنجره ديما كل شيء فوق بعضه. لا سامحني عا و نظام الرتبه باهي عندك الاستساع باش تردها حانوت شره. تعرف تنجم حتى تعمل فيها مشروع اخر خلف النجاره كان تحب. اش بيها النجاره ما توكلش الخبز؟ بيه 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 ما قلت شيء ربي ينسك بيها. اسمع صليح تو عندي قديش نحب نقول لك على اختك فضيله. اش بيها فضيله؟ راهو حدها في داركم بوم كي البومه ليش ما تجيبهاش حذينا هكيك تونسنا. بربي كيفاش جاتك هالفكره؟ وقت اللي عرسنا قد ما حرت فيك باش تجي تسكن معانا على خاطر اختي هجاله قلت لي يستحيل ابدا انا نسيب دارنا بزليز والكذال ونجي نسكن في داركم. حبيت تسكن في دار بيه وخليت اختي المسكينه كيف تجيبها بحذينا هوكل كنا نتونسوا. ما تعرفها اختي فضيله تحب على بقعتها ما تحبش المشي والجي. مراه ما عندهاش فرتونه ونزيد انا نقلقلها. خش بخاطري ورايا ما يهمكش. يا بيا يا بيا قد ما خذيت بخاطرك وقد ما جريت وقد وقد مش على حاجة صليح نخم في مستقبلنا بلكش ربي يرزقنا بالذنة. اش مدخل مستقبلنا في فضيلة دار بابا بارك الله ويسع يرحم من خلى تنجم تلمنا الكل وداركم
نجم تبيعها وبفلوسها دخل ماكينات وتزيد صرمية و... شنو؟ شنبيع؟ جيتني في غير وقت باش تقول لي بيع دربوك؟ الو صباح الخير. اي تفضل يلا. فاتوره مش خالصه صعيب شويه. هي عندنا فاتورات جدد مش خالصين ما ديما يخلصوا في الوقت. دقيقه ما تعلقش حتى نعدي الكونتابيليتي. سعد مجيد خذ الكوميونيكاسيون هيك. تفضل. صباح الخير تاتا. صباح الخير ليس. سامحني تاتا ما نعرفش كيفاش قلت مخر. قولي حق ليس. نمرو التليفون اللي خليه الراجل تاع بخيت ابورتي عندك؟ اي شكرا عندي. لا انا ظاهر لي نسيتو في الدار. ميسيش راهي عاود يطلع. تاتا باش تمشي للصالون تاع تخيفيز وانت مع ميسي شيرلي؟ مازلت ما نعرفش. باهي تاتا خليني نمشي للاتولي انا. باهي. حاج انا حاجه يفرحك نجمشي نخرج من الخدمه تو. وين تربح لنا الحطاب خويا يلزمني نهزو للسبيطار قبل 11 باش ينحيو له الجبيره. يا ناري عندك وخيك مكسور من ساقي الزوز ما عندي شكون يهز يعطيه سخطه ان شاء الله. قلت له انا اطلع فوق ديار الناس وتكسر كنت كسرت كرايم وراني ارتحت منه. يا بنيتي بعيد الشر ليه الفيل المشوم من الطف. يا حاج يا حاج يفرحك خليني نخرج. يا نعيمة باش نقول لك انا راني ما عنديش حكمة هوني. انت عندك جمعة من اللي شدت الخدمة حب تخرج هكا هوني راهو اللي يحب ولا دخل اخرج. ولا كيما نقول لك يا لحيز. صباح الخير يا لحيز. نجم شي تعمل عليا مزيان نحب نخرج باش نمشي للحاجه انا مسؤوله على توليي هوني. انت البارح بالليل تاكل في الدروع في قهوه سلومه تضحك يا تصرما يلا فايز. كنت بحدا الحاجه جاية وقالت لي برا امشي اخدم على روحك ما عندك ما تعمل هون. ياي نحب نهز خويا على السبيطار. قلت لك برا اخدم على روحك. سالو مخي بعكستك سخت ان شاء الله. منصور عم منصور قالت لكم يعطيني كيلو بصل. هاو راسي هاو راسي خير من بصل هز لامك طيبهولك. شبيك تعايد عاد وصل لك يا سي منصور رجعت لي خذ روحك وكمل خدمتك وخلي ندخل القرمجي. ما نظنش كان تدخلهم الليله باش نخدم الداخل للسحور. والله واني وانت نرقد هني في حوشكم. صعيب ياسر نقبل واحد كيفك في حوشنا لاسباب صحيه. امشي 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 اللي يعطي اتحاد امشي اللي يعطي اتحاد امشي امشي اللي يعطي اتحاد امشي القلع قال لك وانت نرقد هني. قال لك تطلعي من ولا يا سيد ماجد تكني حتى لا تعرف الشماته هاو اليوم وانت مليح على المنقرو صحبه واخويه. قال لك طر عشره ومحبه طرين. شبيه الدنيا ضيقت علي. اش عملت فضيله ما عنديش زهر حتى انا ما عنديش زهر
ما دارش عام على العرس وهني تهرست. تحب تقول حاجة انت؟ راني ما عادش نفهمك. كيفاش باش نقول لها؟ كيفاش؟ على عينك يعيش خوي، نجمش تصلح لي هالكريسي؟ مقواكم النساء. وا تشبيه الرجل اللي غزل عن نساء مو لاباس هكا على خاطر الواحد يمدلكم يده تفكوا له الطبق الكل. ونزرتكم زرتان بحشيشكم وريشكم وكان عجبك هكا هكا وغزلوا. سامحني يالا، انا اللي مانيش في عقلي، اعتذر. هات الكرسي اتوا نصلحه. سامحني باع سميح وما عادش تجبد النساء. شبينا احنا وخي شره. شنو سي مليح عجبتك انت الحكايه؟ كلا كلا، لما اردت ان تذكر ان ذلك الاثيم قد ينكر التهمه ويرمي موجهها بالزور والبهتان والتلفيق والتزوير. قد أجن في لحظة، قد أجن في لحظة، وأفتح أبواب هذا القصر وأخرج إلى الشعب صائحا. اسمعوا اسمعوا يا ابناء طيبة، اسمعوا قصة رجل أعمى أراد أن يهزأ بكم، وقصة رجل حسن النية سليم الطوية اشترك معه في الملهات. أنا لست بطلا، لم ألقى وحشا له جسم أسد وجناح نسر ووجه امرأة يطرح ألغازا. هذا خيالكم الساذج، أحب تلك الصورة وأذاع ذلك الوهم. كل ما لقيت حقا هو أسد عادي استطعت أن أقتله به راوتي وألقي بجثته في البحر. أوف على السنفرة. يا ما سنفرة بتاعك، اش قولك عبودة في ذيك اللي قبيلة قلت نتاع اسمعوا اسمعوا يا أبناء طيبة. والله يخسين سنوة يا طيبة. طيبة طيبة يا عبودة يا أخويا والمسرح الإغريقي. كان يخليني عارف يسلومه. نعملوا له هنا ركح مقابل، من غاديك شويه بروجكتورات، ومن هنا شويه بروجكتورات، ومن غادي شويه بروجكتورات، وتولي لنا هذه كلها مسرح. أما على سر تعاود لنا الطيحه، والله عزبتني تعرف. يلوح عليك انت، ما يجيش مثقف كيفي انا باش نفهم. المهم ماهيش الطيحه، المهم الحفل المسرح يعيش خويا. ونجيبوا روزه للمسرحيه بتاعك. فك علينا من الروزه، قال لي روزه روزه، كل حفل مسرح قال لي روزه. اسمع، كما تخليش روزه تزيل المسرحيه بتاعك، انا بيدي زمان فوق، انا بيدي ما نزيس. وانت شنو هي الزنزانه الجديده نتاع روزه روزه؟ شنو هي الحكايه؟ عندك الحق، انت روزه ما قتلك كيفي انا يا تحفون. حلوه تاع هذه تعودها عزبتني. الفده هذه من السواقر، نقص من الدخان وكان لازم بطلوا جمله واحده تترتاح. بالله يعيش بنتي يا زين، من هالكلام الفارغ، عندي رفيعه بنت خالي مستبليه بالفده اكثر مني انا، نحلف لك اللي عمرها ما حطت فمها قال. شو ما تقول لي 7 من 16؟ يا رئيس مستاري، باش نعطيك دويره وباش يربحك شويه، اما زي مادامك ما تبطلش الدخان راه ضيق الفاس ماشي ويكثر بيك. دبر راسك. هالكلام اللي تقول لي فيه كلام فارغ، البحار كلهم يكحوا ينبر. اسمع، المره الجايه توكي تجيني تاعب بكريز ووجهك ازرق اطو نفكرك في كلامي هذا. خرف خرف. سعاد مازال تعدي؟ مدام ديما تحكى فينا، من كل الوقت صار تقول لي مازال زوج ولا ثلاثة. أنا باش نخرج. شنو سعاد؟ أنت؟ هاني قريب نكمل. يا بخاطركم. بالسلامة يا رئيس. قل لي منجي حقا، أنت يا أخي نسيت البحر؟ مو تعدى ياخذك عباد حوت فرشك لنا سعاد.
بل تونت عدلك الورد. اي عايش ولدي، هاي بخاطرك. في الامان. بوك عمل تليفون ينشد ويسمع، قال لي لازم تجي وتشوف الفطر بحذان. ما نحبش نهبط لتونس. عاد يعاود يلحشن. منشي الحكايه هذه ما عادش تعاودها لي. تيزيني من الهبوط والطلوع، وانا نهار نهارين ندق زني بابا حني. اسمع، نحب نرطح مخي ونعمل على روحي. وكانك على خدمه جديده والنقله للموقع اللي تلفوك بيه يا سيدي، انا موافقه. انا راه ما نحبش نتعرض لك في مستقبلك. توا توافق؟ ما نعرفش كان الاداره توافق على الترشح ولا لا. وحتى اذا وافقت يلزمني غدوه نكون في الموقع. اسمع، يلزمك تكلم الاداره نتاعك، ما تفلتش الفرصه. وكان تحب من غدوه نمشي معاك للدرشه نتاعك. سؤال قيس لي الدم. علاش بيك؟ حس في قلبي باش يتخلع من الفرح. ما ركك فجعتني. عجب اخي، ماذا ما حد كرمك الله في القهوة ولا شيء؟ على حياتي يا مد ولدي، بالك شيء نسوى ما نقيم كيف العادة في المقصود. ايه هذا هو كربك الله المكرم، حفا يجبد فيها خميري. يقوم يقوم يقوم. مسكرين مسكرين. قل لي وينو سلومة يا قفة؟ بلاش تب، مش هي المنشة هذه اللي في يدك؟ هذاك فصل كربك الله ما يعنيكش. تي برا اخويا، خليني نرقد ونكمل تعسيرتي برا. روح، ما عادش عيطتي لا حفه لا قفه. تي برا اخويا. شنو نزاد في قدرك ولا كرمك الله؟ انا سبت ابي البركه. وليت موظف عند سلومه. وليت موظف عند شنو؟ تي قوم اعطيني طرف فحمي يا عم. شنو بلها تريد ان تختلس فحم الغير في واضحه النهار يا كبير الكهنه؟ عشيب عشيب، رخصه العربيه كرمك الله والفصحى حتى امثالك ولا يتكلموا بها. يزيك عاد يزيك بالقضية. هو راك ماشي وتفقد، وخلي سي حميدة يقضي هو في بقعتك. سي حميدة خاصو، سي حميدة مو عندي نهار كامل مصبوط ريقت، يخدم بالليل عزيزة. الحمد لله الحمد لله اللي جاي يخدم بالليل. بالله يقول لي يا اخي ما شفتش بيا؟ ليه والله ما ريتها، ما جاتش سهرية الباقي، واليوم بنيتي ما ثماش صحيحة. والله انا مش عجبتني بيا، امورها مش بيا يا هالمده الكل. صار فيها كليله، والله صار فيها صار فيها. مسكينه غير بشتهبل بشتهبل على الصغار. لا يزيني ليش يا مخيتي قلتي بشتهبل على الصغار؟ حاجه ربي يا شومي وا وليش؟ بلي اختاني من بيا. يا اخي انت ايش عملت مع سلومه؟ عايش اختي ايش عندي نعمل؟ هكا قال لك البارح جهت وجه للقهوه. اي كل واحد ايش يقول؟ لا نعرف نتاع البلديه لا نعرف بسخري. الحصل انا ما عرفتش، في حسنه هي اللي قالت لي. هذوك لازم جماعه النظافه هما اللي جاوا يعملوا في خليمه على القهوه. اي قاعدين يشوفوا، يشوفوا في القهاوي، يشوفوا في حوانت الطبيخه، يشوفوا في الحوانت اللي تعمل في العلو، قاعدين ينظفوا ولا لا. مالا نجي وخيتي قال لك حانوت على حانوت يلقاو تراكنها. ها تهمش همشين بالدوت. اي بالحق بالحق وخيتي، الحمد لله الحمد لله، احنا قهوتنا نظيفه. بالله يسكت عليا قالت لي نظيفه، ما عادش تكلم عليها نظافة. بالليل لما نعطاني عوينة هك ونشوف سلومة باش يطيب فيها القهوة. أوه. احنا قهوتنا عندها 200 سنة وما قتلت حد. تي ما قتلت حد هذا ممكن عارفينه، أما في المرسي دكلا ما عرفتش علاش. عندها تواليتها مسخة. لحاك لك أخيتي، وأنت منين تعرفها تواليتها؟ يا أخي هو لازم لما نعرف تي بالخشم يا ناجية وخيتي تعرف ريحة التواليت ضربة حتى قاع السوق. ها انت وصلية. السلام عليكم خويا. السلام. مع السلامة. شنو يحولك؟ نحمد الله ونشكر. شنو وصلية؟ عندك مدة ما جيتنيش الحانوت. صليح، شبيه؟ مو لباس؟
شاء الله لاباس. صباح الخير. صباح الخير. ربي لقاش عندك بيزون؟ لا عندي شا سوفاج كنت تحب. كاف بيزون ليه؟ والله ما عندي. فيزون وكرهبة وفواياج حتى في سوق الشوالق يتبعوا في الفيزون. يا صحيح ما تحقرش الشوالق هنا يا سيدي تلقى عنا حتى حليب الغولة. قولي صليح تحب الصباط أورتوبيديك البيع؟ ما نحب شيء شيء ما نحب. صليح انت ما عجبتنيش لازم درجة تم هيا حكي لخوك تيجاني. هيا تي وين كنت وين كنت عندك ساعة من مشيت فين تلفت؟ الجوادي بعثك البالة كلها في السيد قبراية قال كيف رجب الشفز وخلي البكر ليه خلي ثم وبرا روح هاي روح مزال بكر ودي برا مش يخدي الذاك هذا عارف شاهي طيبة. ايوه صليح بيا يا اخويا بيا اليوم طلعت لي بطلعة تضرب تجي تندور تحبني نبيع دار الوالد وبفلوس هنقوي السرمية متاع الحانوت. انت ما بتسكن بحداها في الدار مش كان عليه يا اخوي اذا كان كنتم متفاهمين؟ يا ربي استيجاني شنو اش كان عليه؟ واختي فضيله وين اللوح؟ اختك هي ديك انت وما خدتش دي خذات وفزدت عندها 5 ولا 6 سنين من جد مساله صعيبه ولا بيا توا تقول لي جيبها تسكن معانا هيك ونعمل راي من هي تحلت المشكله يا صاحبي ما تحلتش يا ستي جاني اختي فضيله من اللي مشى الراجل ولات ما تخرج من الدار كان للخدمه كرهت الرجال وكرهت الدنيا ونزيد نقول لها نبيع الدار والله الا ما تعمل في روحها سب مش قلت صليح تو اذا كانت تبين الناس ملاح معاها من جهه انتم تتونسوا ومن جهه الاخرى حق الدار كبر بيها راس مالي يا ستي جاني الامور ماهيش بالسهوله هذه أنا وفضيل أختي تامر ربيتنا العزوزة الله يرحمها فضيل أختي مسكينة جمعت العرس متاعها رجلها يعمل عملة ويهرب للخارج ربيت الولف عليا نهارة العرس متاعها تأثرت برشا وهي وبيا ما عندهمش خلطة ببعضها قولي صلي تو أنت خايف إيش باش يكون موقف أختك ماو يا سيدي بالكش توافق حرت يا سيدي جاني حرت وجيتك باش تدبر عليا يندرى احمد راجلك وما يبدو شنو احوالها مسايكنا شبيك ما تنشنيش على حوالو هو طفل اليوم في الصباح عملتلو تليفون قام تهزم ياسر شنو هي هذه متيزم زيد انا ما عادش نفهمكم سمن معناها بالعربي شدوا من الخشم وتطلع روحه حتى هو مسايكن حطت عليه ورثه قعد حاير فيها لا 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 سيد احمد مش هكلي يديهم الفلوس اي لا ما حقوش يقوم يفرق فيهم وبنين خوتي وقيل حما عند الحمو شنو الحمو يسمعنا الخير استعلي انت اش تفهم منه عنده برشا سخانه اللي فتيت برك خديده حمر ما بنينا خوتي برك شوفي هي مش شويه اش بكبرت شنو اللي فجعك صغار الكل جيهم السخانه المهم غدوه نتقابلوا على مائده الافطار عندكم هنا حتى الغدوه يا حلي نقضي باش طبليح وليا مشيت بطش يلبس طبليتك خوتي ما لقيتيش والله غريب أموراكم خلتين على ولاد فيهم فاتورات وقت البنكة وكونتراتوات فما أشياء مستعجلة ما تستناش خلاصات الخدمة تصليح الماتريال والفاتورات وأوراق أخرى شوفهم في عقلك باش تفهم الدولة بالخدمة أنا ماني فاهم شيء إيش باش نقرا إيش باش نخلص تي أنا مازلت ما ورثتش ما تخافش جدك يرحمه وخلي الكاسة لأمك نجم تكفيك شهرين ولا ثلاثة بين ما تورث تفضل شنو هذا؟ خلاص الخدام كل واحد تلقى اسمه على جواب بيه خلاص ما تسوي من فضلك للي نجم نعمله معاك عملته بالجد من الصباح لليل ما نجمش ناخذ بوقتك في كل شيء بيس يا عثمان بارك الله فيك علي تعمل فيه يا سيح الأمور ما يزماش تتفلت جدك يا رحمة كان ميفوتوا شيء خدام والناس اللي تتعامل معاهم ما يزمهم شيء
ولا كل واحد يولي يعمل ورد راسه، فهمت؟ باهي، علاش ما نوكلوش محامي؟ محامي علاه؟ ولا محاسبة الهاب ال من توا بديت تسلم في امورك وتلوح في فلوسك. تيش خديت انا باش نلوحو؟ ايامات قليلة وتولي تتصرف يا ملاك كبير. هذاك علاش يلزمني ندخل شكون باش يعاوني؟ نحنا طالبينك توا باش تمشي تخلص الخدامة اللي استنوا فيك برا وترجع، هكا هو، خلينا نرجع فيك هنا، يلا. سمعتيه؟ راسو كاسح، ربي يهديه. سي عثمان، يعيش خويا، وسع بالك معاه. مازال أموره ما يفهمهاش. والأولى والأخرى، وأنت عزيزو عملتلو كل بهدلة. يا امرأة حتى أنت، لك مخه ومهجته في دنيا أخرى. الفلاحة هذه مش وراي مهب. حيفا سي الخير، تي وينك يا راجل؟ نهار كامل ما رايتكش. هاني كرمك الله خارج مرة أخرى وقعد فيها أشتع وحدك. حيفا كان مازلت تقرا في الأوراد متاعك، دعي لي دعي وتخير تربح فيا ثوير. هكا يا مدانة ماكي مسلمة في شيء حتى من دعات حتى غضيت معي كرمك الله. لا يجعلك باش دعيت، لسنين عام جي. طب انت يزي يزي باقي ودي تبركي. بشوية عليا، هذاك اللي نعرف تحبوا تلصقوني الكوجينة في راسي. أخي نشكون ما هراش كش ما يهربش عليك الطباخ ولا المرأة أخرى. مالي لا ايه ممنين ايش حوالي لحمد؟ لا لبيس، حطيت له نكيتة خلفي من غيط وبقدرة ربي لسا ولا سوي. واه خل اي خل شبيه. انا في كنت نحكم في هالدار الصغير اللي يمرض نغرقه بالزيت والخل، اما توا حتى الزيت ولا يسيقها. انتي وحيكي اليوم تحبي تعملي شنايش؟ وحيكي شبيكم قمتوا فيا لله؟ انا عملت له الخل، واللي ما يحبش الخل يشرب. ادخل. عيط لي تاتا. اي ادخل يا اوقف. قال لي ياس كان نمشي انا وسي شادي لايطاليا، نجم تهنى بيك هونيا؟ بيان سيغ تهنى تاتا، نجم تقعد جمعه ولا حتى شهر. ليه واش مقعدني شهر ما نفوتش ثلاثه ولا اربع ايام؟ انت تو فهمت الخدمه كيفاش ماشيه. ايه فايزه فهمتني مليح، قال الراجل ستان جو دونفون. فايزه اش تفهم منه هذيك؟ هي ان شاء الله تقد خدمتها، عملت لي روحها تتحاور قدامي وزعما زعما تتناظر في البنات، انا نعطي باللفته وهي تقعد تحكي معاه. باهي اللي قلت لي تاتا هكاك طولوني رقبها. شوف فهمني كل شيء منظم، الدخول والخروج في وقت مضبوط. اكو عندهم كوارت يحطوهم في المونديال، انت بركه ترد لي بيك ليت مرخه ماك تعرف دقيقه بحسابها. وتكربين معناها خسرت فلوس والناس يبداو يستنوا في سلعتهم. تاتا جاتني مقبليك نعيمه لاغوس وانا قاعد نخدم انا فايزه وقالت لي تحب تخرج. اي جات وخرجت وقالت خوها سيقو تكسر تقول شنو؟ والحاجه تاتا؟ لا الحاجه والجايه الحق هايله ولا هي بخدمتها، اما شنو؟ شويه قلايبها حنين وبمسيمح، اما الدب وماشي كي المونجيله. وإذا كان فما حدا ضاعت ولا نقصت قطعة راه مش من هي من الأتولي. بارك الله عليك تاتا ما يفوتك شيء. بون اسمع ليس أنا خارجة توا باش نقابل شوية كليونات. شو هذوما الفاتورات تحبك تصورهم لي قبل ما يدخلوا الكونتابيليتي. وهذه الليستة نتاع الكليونات اللي نتعاملوا معاهم ودريستهم أعطيهم للطفلة دخلهم في الأورديناتور. نجم تهنى بيك وراسك تاتا تهنى. منصور منصور شنو الحاله هذه؟ شبيك قاعد لبرا؟ شبيك داخله بعض؟
أنا قاعد نعس على هالمخلية حتى يرجع البياض بعد المغرب. بعد المغرب؟ في ساعة أخرى تتلموا بيك فلة وعنتر وبومزرانة. ما عندي ما نرميهم، حتى الفطور ما طيبتاش. منصور، منصور، أو بدون حليب عسلة إنسانية الشادية تمر وما دراك. قدوه من عند خوك قمير، ثم بعد فكرك بحويج. هاي شاي طيب. قمير نعيمة، نعيمة الكحلة عندي شي قوت بتزوزها. نعيمة عندك العطاب. عطاب ايزي عشان لا عشان دي لا لا شبيه محمد علي حد قتل مريض تعليش طلعوه عنده شوية سهلة. شوية طفل يقلي وشنيه ريحة الخل شكون حطوله في راسه؟ نانا باش تبرد له سخانة. تشنيه الحكاية سي شادي من وقتاش سخانة طيحوها بالخل؟ من أول الدنيا الناس يحطوا الخل باش يطيحوا سخانة. ما مازلنا في أول الدنيا نداويو رعوانية. يا هاك جيت أنت اعملوا حل نتاع آخر الزمان. وعلاش ما عملوليش تليفون؟ شنيه شوها صفية؟ الولد عنده شوية سخانة إيش بيه؟ مسيكني سخف. يا سلوكا بقهر الأرواح الروحانية الكرام عليكم تسخروا اللي عفض الأربعة بقدرتك وجلالك بهشش خطهوش هلوش كشكوش نيوش شحشوش شخنتهوش. آه يا معشر الأعوال الأربعة ميلوش شحطلوش كشكوش كلبوش شقمنوش بعطلوش شلدقوش بلا يا اخي ما زلت هوني ويكم يا سيادي. نعم مرحبا بكم يا سيادي. نعم تفضلوا تفضلوا. ماذا تفعل يا بلا؟ هذا كنسق جاد. هني جيتك هني جيتك صممستو هاني جيتك لنو ساعتين مش تحل الباب. والله 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 شنو هذا بلا؟ علاش الدخان هكا والكانون علاش؟ كانون ابخو المخزن مشى كرمك الله بنده والروايح المكرمه قلت ما فيها باس نبخروه ونعطروه ونحيو العنكبوت بجريده ايش فيها؟ هذه فتوى الشعال بلا؟ ايه فتوى الشعال بلا. اش كنت تعمل في محلي وفي وسط حوايجي؟ محلك لا كرمك الله العقود في الفنيق. متهم بلا؟ نعم. شنو هذا؟ اكتب 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 اكتب. مش قلت باش تجيب الكرنيطة وتجي تتمرن لهنا؟ بطلت نحب نطالع. فهمتك بابا فهمتني. هذا الكل يدل على انك كنت تساوي في حاجه لهنا. اطلع بهم. كيفاش؟ اطلع بهم. اش كنت نساوي واش كنت نعمل كرمك الله وشنو ما اللي نطلع بهم؟ المفاتح. قد الصفاه. خدم في مخك بلا؟ خدم في مخك معايا انا؟ شنو هذايا قرشت قرشت ولا شك؟ بسم الله بسم الله. نجم ندخل؟ تفضل. راك قوش جايه بعثها المغرب قريب. لا لا ميسيلش. نقعدوا هنا. تفضل. كلمتي احمد في بيجا؟ كلمتي احمد. اي وهو اللي قال لي اتصل بيك. مسألة مستعجلة شوية وذاك علي جيتك في غير وقت. سامحني يا تفضل. ما تعرف ظروف العمل الصحفي وضغوط الخدمة متاع التلفزة اليوم تلقى استوديو وغدا ما تلقاش. وزميلي المنتج كلفني باش نتصل بسيد أحمد وناخذ من عنده المعلومات اللازمة لإنتاج الحصة.
يظهر لي ظروف احمد صعيبه هالايامات. ماك تعرف عزيزو ما عنده الجمعه ملي توفى. نعرف بدون جد مش وقته. اما احنا زاد تشجعتنا موافقه سيد احمد على مبدا انتاج حصه تلفزيونيه على مجموعته الشعريه الجديده، ونحمد ربي اللي سيد احمد تفهم الموقف. هاو تحمس كبير شعر سيد احمد. شعر سيد احمد كان اكتشاف رائع بالنسبه لي انا والبرشا من اللي نعرفه، وانا فرحانه ياسر اللي انا باش نقدمه للجمهور، واكيد باش تحصلوا منه فايده ادبيه بطبيعه الحال. وانا اش مطلوب مني؟ سيد احمد بعثني باش تسلفني نسخه المخطوطه نتاع مجموعته اللي قاعده تحت الطبع. النسخه اللي عندي انا؟ بعثك باش تاخذ النسخه اللي عندي انا؟ نعرف اللي هي ياسر عزيز عليك، ها ما تخافش نعمل عليها نسخه ونرجعها لك غدوة. هو تنجم تعملوا تليفون توا؟ تليفون نهار كامل هو معطل. فاطمه كما تحبش تعطيني نسخه ما يسالش، وسامحني كان قلقتك. لا دقيقه هاني طالعه نجيبها لك. مامي نتاع لها اللفحة هباي لي بدي نهاية الهضر اللي ما نغباش فيها. وجه سيدي عبد القادر غداني ما شدت لها، عرفتك زواليه باش تحلس عليه. شلهوني يدي بريق وملسي واخي ولي شفتها في تلفز عرفتها فكاكة الرجاجيل. اسمع اسكت العبد كلهم يسمعوك وما تقول لحد. مفيدة يا مفيدة اشكون دق الباب؟ ما ثم حد. هاه كذب وذني هنا شري هذي ما ثم حد. الذراوين تتلعبوا مشوا على الارواح.